حدوديا حدثان بارزان، الأول غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري وحزب الله ليلا في منطقة القلمون، أما الحدث الثاني فاستهداف الجيش اللبناني تحركات وتجمعات للمسلحين على السلسلة الشرقية في جرود هرسال. سياسيا، بدأ البطريرك الماروني زيارة إلى فرنسا تتوج بلقاء الرئيس الفرنسي، وعلم أن الراعي سيسلم أولاند مذكرة يشكل الملف الرئاسي أبرز بنودها. في سوريا، قوات النظام فقدت سيطرتها نهائيا على جسر الشغور، مع ما يرتبه هذا الأمر من تداعيات استراتيجية خطرة على النظام، وخصوصا أنه يفتح طريقا لاذقية أمام المعارضة معقل الرئيس السوري ومعظم أركان النظام.